كاين غير السكن، السكن راه واحد الحاله خويا، راه بزاف هذا هو المشكل اللي عندهم، ما عندهم حتى شي مشكل، عايشين باش داك الشيء باش قسم الله باش قسم اياك بيزيون بخير. ولكن دابا ما تقدروش تعيشوا هنا في هذه البلاصه هذه. لا واش غادي الدار دابا اي لحظه اي لحظه تقدر. وكاينين هنا وكاينين الدواور داخل عاوتاني عندهم نفس المشكل، عندهم مشكل ديال السكن، حيت السكن راه واحد الحاله راه بزاف. حنا دابا راه يومين حنا كندورو هنا راه بزاف، زعما الناس اللي ساكنين اقسم بالله العلي العظيم. باش 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 يعني تعيش في الشارع انا ما تقدرش تعيش برا. هما ولاو كينعسوا في الزنقه احسن من الدار، فهمتي؟ كيقولوا اللهم نعسوا في الزنقه هنايا على الدار احسن، يعني احسن اكثر امانه. دابا ولا ولا برا اكثر امانه. شوف واش بنادم غينعس هنا غير يسكي بولادو صاحبي غيدخل ولادو ينعسو هنا غيخاف عليه. الشامل اللي تزعزعات هذيك التزعزعات كيجي تبقى في الدار كاع مبنيه بالحديد. سير معايا يوريك. ايوا كيجي تبقى في الدار انت من ديك الدار مبنيه بالحديد. راه دابا الناس ما بقى عليهم والو، ما بقاوش كاين. شوف الناس راه بركيز وغيسالم. انت شوف اسمع، عندك حنا راجعين هنا برا نشوف الله. دخل كامل واش هادي دار هادي هاكا بحال هكا؟ شكون هي؟ شاد ناس عايشين بحال هكا حشومه صاحبي. درا ولادي يا صاحبي والله الا هادشي 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 راه بلا الزلزال وما تقدرش تعيش هنا. الناس بلا الزلزال وما تقدرش تعيش هنا، فما بالو كان يكون الزلزال وتعيش ويكون هذا البني. شوف شوف البني خايب. الحاجه الوحيده اللي باغيين هاد الناس اقسم بالله ما فهمتي، واخا هكاك الناس بسطاء وباغيين هذاك الشيء قسم الله، باغيين غير السكن. السكن راه واحد الحاله خويا، راه بزاف هذا هو المشكل اللي عندهم، ما عندهم حتى شي مشكل، عايشين باش داك الشيء باش قسم الله باش قسم الله الله عايشين به. غير هما عندهم مشكل في السكن. حاجه خويا فوق دراهم غير وريني بحال هكا امينه صاحبي، دير لها بحال هكا صافي صافي. راه كلشي باين بلا ما نبداو نبريبو حنا داك الشيء. هادشي راه غير ديال الغيس والتراب. الغيس والتراب هذا بنادم راه مدرك مخبي يا صاحبي. هادشي ماشي هاد الميساج يوصل للمسؤولين اخويا، الله يرحم لك الوالدين فهمتي. باش هاد الناس هادو راه صعيب عليهم دابا كيناسوا هنايا، ما يدخلوش ينعسوا هنا، هما كيناسوا في الزنقه احسن لهم ينعسوا. ولا دابا الزنقه اكثر امانا من انه انسان يسكن في الدار ديالو. صحيح هنا يعني واحد الحاجه لا اله الا الله ولطف الله. واما هذا البني هذا ماشي بني غير لطف الله انه موقع عليهم والو. ما هذا الشيء راه كان يعني القوه ديال الزلزال هذا الشيء راه كان يتهدم كامل. هما موراهم شوف هنا يا بسم الله. هذا الشيء تفرح كاع خلينا اخويا شتي. هذيك الساعه هنا فاش نعس والله هنا فاش نعس هنا كنتي هنا؟ لا انا نعس هنايا في هذا البيت كنسمع الزازا وخرجنا ديال ديك الشيء. لطف الله صافي هربتو. انا نعس مع التفلوان ديك الشيء 11 ضرب فاش كاين داك الشيء. الله يستر الله يستر. مش سرا بيت ما يسمع انه ثاني تادي سميت الدوار تشقلت تشقلت الى جماعه تفين قلت قياده تفين قلت الجماعه تفين قلت. بالنسبه للمأونه الماكله جابوا لكم كاينين مساعدات حنا الشباب دابا دخلوا الماكله بزاف كاينه كاينه. كنحطوا الطون وكنحطوا الخبز كيقول لك هادشي عندنا عطونا الحوايج عطونا باش نتخطاو عطونا لا طون. دابا داكشي حيت دابا داز شي خمس ايام على الزلزال بغينا غير نوصلوا رساله حيت في الايام الاولى. وي تفضل. اش هاد الناس اشنو باغيين من الاخر؟ هاد الناس ما تجيب لهم لا طون لا حليب لا خبز لا والو. هاد الناس جيب لهم فين يتغطاو؟ باغينا فين يتغطاو؟ راه حيت الاغلبيه اللي دخلنا عندهم هنايا مفرشينا في الارض. اش كي دايرين؟ شتي دوك اللي ضرب هذوك اللي مشاو من الحرب في سوريا اللي ضربات عندهم الحرب بحال داك الشكل مجموعين كل 20 واحد مجموعين في بلاصه وحده ومريحين جالسين مجموعين. العيالات بحال هكا حتى كيقول لك هذه راه مات لها باها وامها وهذه مات لها خوها. وكي غدير انت تشوف واحد ميت ليه باه وخوها صاحبي وكيقول لك راه مريح حداك يضحك اصاحبي. قلت له شو ما قال لهم غادخلوا الشتا ياك؟ قال لي غادخلوا الشتا غادخلوا الشتا غداو دابا. اصلا كنتوا ما عندكم البرد هنا. دابا قال لي الشتا غادخلوا على هذه المنطقة. ما شاء الله. ما فيش السلامة ما فيش السلامة فرعي الزن هكا غادي تدي اقليم تالودانت بالضبط دي دوار تشكلت دوار تشكلت سرير انه ازيد من 40 شخص يموت ازيد من 40 شخص توفى اني احمى ربي وذي صبارة وذي صبارة ربي ويتجنسن الفاميليا هنسن ان شاء الله. نتمنى ان شاء الله زيادة المعنية زيادة المسؤولة انه تحرك باش يوذنين وتغيمين بوضو دي الشارع لانه يجل المنظر المنظر هذي السلو يزرو انه الانسان تغدي هداه نص نهار تعيش في الشارع
اولا تفد بنا ميروح اسباب باش يروح يخطروا حسين ماس، واكثر من ذلك ويوفي من غيش ويوفي من زي غيدر ويتعيش للشارع، يعني منظر يقصح الطرف.